كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. سبيل المنظر الجميل كما شفنا هذه العشيه كما نقولوا حنا بالتقاليد ديالنا عند الفنون الصوفيه الشعبيه التقيل، وهذه كلمه تقيل قاردت وهي العشيه تنقيلوا، اذا قيلنا مع مجموعه المسمودي وهذا الفن المسمودي اللي هو تنشوفوا وجود الا في مدينه مكناس، وتنتمنى ينتشر هذا الفن على الصعيد الوطني. ما عرفتش علاش ما انتشرش، لانه الايقاع ديالو صعيب شي شويه، وهذا الفن المسمودي اللي هو تيقولوا الاصل ديالو احتفالات وخرج من دار المخزن وخرج لعند العموم، والحمد لله تنشوف شفنا هذه المعلمه حسنه اللي جات من مكناس وحيات هذه العشيه مع هذه الاجانب مع حتى المغاربه اللي متعتهم بالفن المسمودي. نتمنى للمهرجان الدوره 16 يعني الازدهار ديالو، ونتمنى الدوره 17 و18 الى بعد السنه ان شاء الله. مهرجان الثقافه الصوفيه هذه الدوره 16، وجد سعيده بوجودي هنا. هذا المهرجان فيه ندوات، فيه لقاءات، فيه فرجه موسيقى شعر، كما يمكن نقولوا تغذي الروح، كل شيء تغذي.